باب الفيل هو باب الثعبان، هو نفسه. لماذا سمي بباب الفيل؟ في الحقيقة ما عندي وقت، لكنني بالإجمال أقول هو باب الثعبان. حادثة، ماذا تريدون أن تسموها؟ معجزة، كرامة، هكذا يقال عنها. إنني لأخجل من سيد الأوصياء أن أقول من أن معجزة لعلي، ولكنني ماذا أصنع، هكذا هو واقعنا. علي هو الآية العظمى، هو السر الأكبر، هو النبأ الأعظم. علي هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، هو الذي يقول. أسمى من أن أنسب إليه معجزات، هو أسمى من ذلك. لكن الذي تعودنا عليه هو هذا في الحديث، هذه شؤونات في مسار علي. لأنني حين أقول معجزة لعلي أصف حالة واحدة بالإعجاز، وهي معجزة سميتها هكذا بالقياس لقدرتي. من أنا حتى أقايس قدرتي بقدرة علي؟ لا وجه للمقايس، لأنني حين أقول معجزة فقد قايستها بقدرتي، فمن أنا حتى أقايس قدرتي بقدرة علي؟ قلت لكم والله إني لأخجل من أمير المؤمنين أن أقول إنها معاجز علي. على أي حال، دعوني وشأني. معجزة الثعبان مفصلة. ثعبان هائل عظيم دخل الكوفة، ودخل من هذا الباب أمام الناس إلى المسجد، وكان الأمير على المنبر وخاطب الأمير والأمير خاطبه. هذا الذي تجدونه في زياراته من أنه مكلم الثعبان. الحادثة فيها تفصيل، أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفصيل. فسمي الباب بباب الثعبان، فحينما يسأل الناس لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان، خصوصا حينما يأتي الشاميون إلى العراق فيسمعون من أهل الكوفة هذا الخبر العجيب. معاوية لما تسلم الأمر بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه، جاء بفيل وربطه عند الباب حتى لا يسمى هذا الباب بباب الثعبان. ربط فيلا عند الباب، لأن الفيل حيوان غريب على العراقيين، يؤتى به إما من أفريقيا، يؤتى به إما من أفريقيا وإما من الهند أو من بلدان أخرى، فيكون مثارا ويكون سببا لتوجه الناس إلى هذا المكان، خصوصا الأطفال الصغار. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى باب الفيل. من أين دخلت؟ من باب الفيل. ونسي باب الثعبان، فعرف في التاريخ بباب الفيل. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر،